الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد، كش جديد، سطح جديد، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان، في بداية المقطع إن شاء الله بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد قبل ما نبلش بأي إشي. وإذا مش حاط لايك يا ريت تحط لايك للمقطع قبل ما تنسى. طبعا يا أخوان، إحنا اليوم في منطقة بيرين بزيارة الأخ أبو نضال. طبعا ما شاء الله، يعني سطح عنده تبارك الرحمن، حمام حلوة، حمام نظيفة، في جواز زق ما شاء الله، الله يطاح بالبركة. والسطح زي ما انتم شايفين يا اخوان، يعني سطح نظيف ما شاء الله عليه. طبعا الاخ ابو نضال هون اي ورانا، الله يعطيك العافية. مساكم جميعا، شرفتني اخوي ابو سوار. الله يسعدك يا رب، يعني مش مبسوط كثير بشوفتك. الله يسعدك. طبعا يا اخوان، الاخ ابو نضال هو متابع للقناة وبعث لنا دعوة انه احنا نصور عنده، والحمد لله لبينا دعوته، وان شاء الله نكون ما قصرنا معك. لا والله يعني ما قصرت، شرفتني. الله يسعدك. طبعا يا اخوان، اليوم راح نفرجيكم شغلتين، حافرجيكم حمام الكش ان شاء الله وهي طايره، وحنفرجيكم الفراخ اللي طلعها من جواز الزق، ونفرجيكم جواز الزق بشكل كامل بصحبه هسه اخونا ابو نضال، راح يعرفنا ان شاء الله على الحمام كامله، ويعرفنا على جواز الزق، ويعرفنا على الفراخ، ويعرفنا على الحمام ان شاء الله، ونفرجيكم مطار الحمام باذن الله. خليكم معنا وتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله. خليكم معنا. ابو نضال هسه ان شاء الله راح يفرجينا جواز يا اخوان، حنمشي معاكم جوز جوز. طبعا هو يا اخوان بالنسبه للهواء اللي اجا وكذا فهو مغطيهم. هون ما شاء الله اول جوز، هذا فحل مطوق بزر بلدي. الله يطرح البركه ما شاء الله. طبعا هذول ما في تحتهم شيء ابو نضال، جداد لسه صرنا يومين مركب الحمام. يعني هذول اللي هون انت مركبهم جداد؟ لسه تركيب ما شاء الله. الله يطرح البركه. الله يبارك فيك يا رب. هون عندنا جوز عمريات بلس، طيرة فرختي طبعا، طلعت الطيرة انا شايفها. طلعت برا ما شاء الله. هذول فراخك يعني وانت زاقهم؟ ايوه هذول مخاليف، مخاليف يعني الشتوية. هذول فراخك انت طلعتهم بالزبط. ما شاء الله. هذول جوز للتحضين عاملهم انا للجواز اللي ما بتجو. ما شاء الله. هذول تحضين حاطهم ما شاء الله. هذول جوز مكرميات درجية. فحل حلو بس طيره يعني الارض مش فطاله ما شاء الله. الله يطرح البركه. وهاي طيرته ما شاء الله، شوفوا مع بعض. الله يبارك لك ما شاء الله. شو قصتك مع الطواير يا اخوان؟ كل ما الفيديو يفرجينا جوز الطيارة بتطلع. ما شاء الله ما شاء الله. هذول في عندك فراخ منهم بتكشهم؟ بكش فراخ. ما شاء الله، هات اسكر لك الباب. ما شاء الله. هذول جوز دوريات صفر. خليهم دوريات صفر ما شاء الله. هسه برضه فراخ ما شاء الله بتطلع منهم فراخ وبتكشها يعني. نعم حتى برموا حلبيات عندي طالب يوم الفرح. برموا عندك حلبيات. هون جوز مسوي قرايطة مرقعة سودة. ما شاء الله حاطوا على مرقعة. شو برموا لك؟ هذول بيطلعوا يعني بيطلعوا سودة بيطلعوا قرايطة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذول فراخهم برا فحل نحاسي والطيره عرجانيه، هذول شبه يعني مفقودات يعني. شفت والله ما شاء الله، شفت ايش بكشوا زي هيك. وهذا الفحل الاب نحاسي مقرفل ما شاء الله، صوره من جوا ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. عندي هون جوز شكالي فحل احمر. شكالي شو؟ فحل احمر والطيره صفراء. الطيره صفراء ما شاء الله. فرخهم برا كمان طلع لهم فرخ كشيت. ما شاء الله. خلي انا اصورهم من جوا تبارك الرحمن. هاي الطيره يا اخوان وهي الفحل ما شاء الله. هون كمان شو حاط؟ انا من عشاق البوز والدباني بشكل هو في حدا ما بيعشق البوز؟ هم احلى حمام للكش. هاي البذره المفضله لكل الكشيش ما شاء الله ما شاء الله. وهذه ثابته هسه بورجيك ابنهم برضه زقيته.
يعني مطلع منهم ما شاء الله وزاق منهم. ما شاء الله. فحل احلس. الله يبارك. طبعا يا اخوان احنا زي ما حكينا لكم هون اخونا ابو نضال مجمع الجواز يعني جديد يعني لسه ما في لا بيض ولا لسه مجمعهم ما شاء الله. هذا الفحل اسود فراخه برا طبعا بكشهم. شفت فرخ اسود برا انا ثلاثهم اخوان ما شاء الله. وهاي الطيره عمريه مغبره بس سبحان الله اغلب رميهم سود يعني على الاب على الاب باخذوا ماخذين جينات الاب يعني ما شاء الله. هذول جوز بواز حمر فراخهم برا برضه بكشهم ما شاء الله. هاي طيرته. اها الله يبارك. هذول جوز لباب نسوي تركيب جديد لسه ما طلعت منهم إشي. لسه ما دبابنا ما طلعت منهم إشي ما شاء الله. ما شاء الله الطيرة طيرة جميلة ما شاء الله. برضو هدول ذبابنا سود برضو ذبابنا حاطط منهم بس بزر ثاني يعني شكل ثاني ما شاء الله. المدربات على افر كان بيجوا يجوا قطش شوي. هاي الطيرة هاي الطيرة دباني قراك طعبة دبانية بتنجانية ما شاء الله. حطوا على شو هذا الدباني؟ هذا طيرته بتنجانية دبانية. شايف؟ ما شاء الله. شو بيرموا لك هذول؟ والله لسه برضه تركيب لسه جديد. مركبهم تركيب جديد بدك تشوف انت شو حيرموا لك هذول انا بحط غامق يعني الفحل لما بكون غامق بحط له طيره فاتحه بتحط له يعني هاي الطيره دبانيه قراقطه ما شاء الله. شايف؟ هلا بورجيك فحلها دباني اسود مشحبر طيب. يعني المفروض انهم يرموا دبابنا بشكله يعني بلونه بعدين سبحان الله زي هذول الجوز اللي فوق يرموا لك جميع الالوان ما شاء الله جميع الالوان. هذول دبابني زرق من عشاق الدبابنا جدا على زرقة حاطه على طيرة زرقة في بين دبابنا اخوان ما شاء الله برضو الطول بيساعد يعني انا فوق بقدرش اطولها شايف طلع ما شاء الله يا اخوان ما شاء الله. هو نبواز حاطط نبواز على دبانيه ترى يعطونا دبابنا تبواز حلوين هذا ابن الفحل اللي قلت لك ابنه اللي فوق ايوه ابن ابوه بنية حاطوا عليها بنية زرقاء ما شاء الله. طبعا هذول الجوزين اللي بدي اورجيك اياهم هسه هذول من صديق لي بضرب هذول للكش يعني حمام قوية قوية بحط هومر على دبانية ما شاء الله فبطلعه هيك طلع ما شاء الله. يعني إذا أنت بتركز مزبوط سبحان الله في قلبة الهومر قلبة الهومر وثوب الدباني ما شاء الله. طلع الطيارة بتيجي سبحان الله مطلع من عندك هذول بزر تكش عليهم لا هذول ما طلعت منهم لسه أخذتهم من صاحبي مخليف تركيب جديد ما شاء الله. شايف طلع طيارة تيجي زرقة مبين يعني اذا بتركز فيها مبين انه فيها دم هومرات ماخذ عكفة الهومر هذول الجوز الثانيين برضه اخوانهم هو اعطاني اياهم فراخ كشيتهم عندي وطلعوا جوزين خليني استفيد منهم للكش بيطلعوا ترى بزرتهم بزرة حلوة ما شاء الله. دائما البندوق سبحان الله بتكون اقوى من لما يكون دم صافي ما شاء الله. قراقطة ما شاء الله واجه كل دبابنا ما شاء الله.
هذا الفحل انا مش راضي افرد فيه، صار له زمان عندي كبير. وهاي طيرته الله يبارك. وتحت شايف انا ايش، برضه ذبابني. اه برضه ذبابني شايف. ان شاء الله عندنا هون دباني اسود ما شاء الله، صار اسود. طبعا زي ما قلت لك اخوي بسوار، دائما الفحول كلها حمام تور كش يعني. انت خلاص الا طير كش، انت يعني تركبهم انت تركيباتك. أيوة. بتجيب فحل لحال وطيره لحال، بس انت بتختار الفحل الطير كش. بالضبط يا اخوان. طبعا شو الفكره من انك تختار فحل كش؟ خلاص بكون عارف بزرته، يعني مخ نظيف. طلع ما شاء الله القرقاط، هذا فحل قرقاطي طلع ما شاء الله، فرخه برا طبعا. خلاص بكون عارف يا اخوان البزره، بزره كش بتطلع له مخ، خلاص بطلع فراخ كش، مش انه يزق على الفاضي. بالضبط. وهاي طيره قرقاطيه ما شاء الله، برضه من جزء القراقطة، برضه فراخ خنبر هذا الفحل ما شاء الله. ان شاء الله، الله يبارك يا رب. يا اخوان يعني ما شاء الله، يعني جواز الزق عنده الله يطرح له البركه. طبعا الواجهه هاي يعني زي ما انتم شايفين كلها دبابنه وبواز، وفي جزئين تحت قراقطه، يعني اغلبها دبابنه، يعني مش اغلبها، انا نحكي 80% انا صحيح. شفت من هون دبابنه والباقي بواز، وعنده جزئين قراقطه، يعني حاطط هون كلها بذره كش. صحيح. وهون يعني مشكل شوي، عنده في اشياء ناعمه، وهنا في عنده هنا عروق اللي شفناهم، وهنا في عنده اشياء ناعمه، يعني الله يطرح له البركه. طبعا يا اخوان هسه ان شاء الله راح نفرجيكم الخشش عنده هون باذن الله، وشو الحمام اللي بكشه، وراح نفرجيكم حمام الكش ان شاء الله وكيف مطارها. خليكم معنا ان شاء الله، راح نفرجيكم حمام الكش. طبعا هو مطلع الحمام زي ما انتم شايفين كلها على الرفصه، هي ما شاء الله هسه راح نفرجيكم اياها. طبعا الخشتين هذول فيهم الحمام هو مطلعهم، وفي هاي الخشه قلت لي فيها فراخك هاي هون يا اخوان ما شاء الله، هاي فراخه هاي تبارك الرحمن ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. هذا قلت لي انه نوريات صفر برمو حلبيات. طلع ما شاء الله يا اخوان نوريات صفر عنده برمو، بيقدر يشرب من حلبي يعني ما شاء الله. الله ما شاء الله، عشان ازرق كمان ما شاء الله، بوازي بلندي الله يبارك فيه ما شاء الله. هاي فرخ في منهم طلع كمان يا اخوان، وانا واقف على الباب. طبعا هو بكشهم الصبح كلهم هذول الفراخ، هي ما شاء الله. شو الفرخ اللي طلع؟ طلع فرخ عمري. عمري طلع؟ طبعا يا اخوان هون برضه زي ما قلت لكم، هون الحمام اللي بكشه هون بحبسها، وفي عندكم هاي الخشه، فيها اللي طوائر. بحط فيها طواير، بجيب مثلا جواز للتحضين، بجيب اشي بحطهم فيها ما شاء الله. يا اخوان في شيء ما شاء الله عنده، اول ما تفتح باب الخشه سكر وراي، تلاقي طير طيرين فعطوا. برضه هاي فرخه عشان هيك. يعني ما شاء الله عنده الحمام يا اخوان، ما فيش يعني ابدا، اول ما تفتح باب الخشيه بتلاقي الحمام فعطط، يعني احنا انا كل ما افتح له باب بفعط له طير او طيرين. طبعا هو هسه بحبسهم، هو له على حمامه يعني ما شاء الله حافظها. ابو نضال ما شاء الله، انت شو انا الحمام اللي قلت لي فيها من فراخك؟ هلا نوريات صفر هيوم اثنين هذول. ما شاء الله اولاد الجوز الصفر. شايف هذا الفرخ العمري برضه اللي طلع من الخشه؟ ابن العمريات. ما شاء الله. بواز الحمر، هاي في واحد منهم هي هون. ايوه في واحد. ايوه نعم. وهي في اثنين كمان هسه بورجيك اياهم. الشكل الاحمر والشكل البيلندي الابيض هاد. ايوه كمان البيلنديات البيض. اللهم صل على سيدنا محمد. في عرجاني ونحاسي ولاد النحاسيات، هي نحاسي هي ورا. هي النحاسي ورا والعرجاني كانوا على الشمال. العرجاني هي هون هي برضه ورا ورا دبان القراقطة. ما شاء الله. والقراقطة كلهم اولاد من الجوزين يعني. ما شاء الله. ما شاء الله، أنت قديش أبو نضال بتكش هذول؟ قديش فيهم عدد؟ تقريبا 60 وحدة. هذول اللي هون كلهم 60 وحدة ما شاء الله. طبعا يا اخوان لسه في هون برضه وعامل رفستين، هاي فيهم ما شاء الله هنا. شايف هذا القرقاطي ابن الجوز الاول اللي ورجتك اياه. الجوز الفاتح اللي الفحل الفاتح. الفحل الفاتح. الفحل الابيض، القرقاطي الابيض هذا ابنه. والبوز الاحمر هذا برضه ابن البواز الحمر اللي ورجتك اياه. هم طلعوا ثلاث فحول. طبعا يا اخوان هسه ان شاء الله راح نكشهم ونفرجيكم مطار الحمام باذن الله. هسه ان شاء الله راح نفرجيكم الحمام. ما شاء الله
ما شاء الله، والله يطرح البركة يا اخوان. طبعا يا اخوان انا واقف في مكان عالي لانه شوفوا اذا بنزل لتحت شوية يمجوز الحمام ما تبينش، يعني هي تبين، بس عشان هيك انا طلعت على مكان عالي. طبعا يا اخوان الحلو ما شاء الله بالمكان زي ما انتم شايفين، يعني عنده المكان مكشوف وفاضي، يعني ما في تحكي انه مثلا في بنايات عمارات طويلة الى اخره. ما شاء الله الحمام، يعني زي ما انتم شايفين هسه راح افرجيكم المكان ببرين، يعني طلع ما شاء الله يعني منظر صدقا جميل. طيب يعني صوت العصافير لحاله اشي روعة. طلعوا يا اخوان يعني ما شاء الله الحمام، يعني هون بكش براحته. طبعا هون يعني في حواليه يا دوبك اكم من كشيش، ولكن انا اللي فهمته منه انه كلهم صلح، يعني لا في عنده اشي اسمه صيد ولا اشي، يعني هواية بحتة خلص. يعني هو بقول لك انا طلع ما شاء الله كيف يا اخوان الحمام بتقالب، بقول لك خلص انا هون بكش بطلع عند الحمام بقعد يعني وقت فراغي بقضي عندهم بنبسط. بقول لك الصبح طلع هون بتجنن، قاعدة بتجنن الحمام حواليه ما شاء الله، يعني اشي يا اخوان روعة. فبقول لك يعني انا لا مركز بصيد ولا اشي، بقول لي في عندي حوالي اكم من جار بكشوا برضه طيور، ولكن شو بقول لك يعني ما شاء الله ايش يا اخوان الحمام حطت. طبعا هو ايش كاششها قبل ما نجي، بقول لك انا يعني ماخذ الموضوع هواية، مش ماخذه اكثر من انه صيد، يعني هو خلص ابو نضال هون بيطلع على السطح بقول لك بقعد بنبسط، لا بركز بصيد ولا بغيره. عندي الحمام ما شاء الله كلها بقعد عندها الصبح هون القعده بتجنن، شايفين كيف يا اخوان المناظر ورا، يعني ايش روعه. يعني انت ابو نضال زي ما قلت لي لا صيد ولا شيء، خلص انت عندك الموضوع بس تسلاي وين في وقت فراغ بتطلع. اي فتره المغربيه لما الواحد يروح من شغله بشرب فنجان هالقهوه والصبح، يعني انا بحب اكش صبح الحمام الصبح عندي بتطير بتغيب لها ساعه زمن وبترجع ما شاء الله، الصبح احلى دائما. طبعا يا اخوان احنا هسه يعني فتره المغرب والحمام متعود عنده تسوق وتطلع فترة الصبح، عشان هيك وما شد عليها. بعدين الحمام يعني عالف لها مطعمية وكل شيء تمام وضعها تمام، فاحنا اجنا وقال لي يعني يا ريتك خبرتني عشان ما اطعم الحمام او شيء عشان اكش لك اياها واسوق لك اياها، فرجيت تمشي مسافات. قلنا له ما في مشكلة، يعني ما شاء الله الحمام مبين عليها، فالحوق ان شاء الله سوار الفيديو الجاي يكون في مغامرة بإذن الله إن شاء الله. طلع ما شاء الله يا إخوان. طب هات كمان، بدنا كمان راس. حاضرين لعيون. طلعها كمان راس إن شاء الله. شفتوا يا إخوان فيش أبدا عن ندها، يعني الطيور بس بدون صفرة بدون ضرب بدون إشي، بس اعملها حركة واحدة طلعت ما شاء الله. طلع ما شاء الله يا اخوان الحمام، الله يبارك يا اخوان حتى ما شاء الله عن المكان. طلع طلع والله جدا عاجبني هاي قلبتها. يعني حتى خشاش الرفصة من برا السطح نظيف ما شاء الله، طلع يعني اشي مرتب، يعني حتى السطح عنده نظيف ما شاء الله، الله يطرح له البركة. الخشش نظيفة، كل شيء مرتب عنده، كل شيء منظم، ما في عنده اشي فوق اشي عنده اشياء، لا كل اشي عنده منظم ما شاء الله. طلعوا ما شاء الله يعني السطح كاملة، يعني اشي مرتب ما شاء الله تمام. نضال احنا اليوم والله تشرفنا، يعني تشرفنا بجيتنا لعندك وصدقا انا انبسطت بهالوجه النير، يعني والحمام الجميل الله يطرح لك البركه، يعني اشي ما شاء الله اشي تبارك الرحمن.
اشي فخم وسطح مرتب ما شاء الله، وسطح نظيف وخشش مرتبة. الله يبارك لك بكل ريش عندك، وان شاء الله يعني احنا إلنا جيات عندك لقدام بإذن الله. ان شاء الله بكرة بس يشتغلوا جواز الزق على خير، منيجي كمان منصور عندك ان شاء الله كمان حلقة، ومنشوف شو طلع عندك انتاج وعلى التركيبات اللي انت مركبها بإذن الله. طبعا يا اخواني هيك ان شاء الله احنا بنكون وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله يكون المقطع نال اعجابكم. لا تنسونا من دعمكم باللايك، واذا مش مشترك بالقناة يا ريت تشترك. يعطيكم الف عافية.